سعيده ان انا موجوده لديفيليه الهاني البحيري، لان هاني ده اخ غالي عليا، هو فنان موهوب كبير ومشرفنا في مصر وفي العالم كله، واحلى فستان عروسه هتشوفيه من خلال هاني. ما حدش يقدر يقول عن لوي فيتون، عن فيرساتشي، عن شانيل، هاني البحيري. حريصة ان انا اجي اتفرج على السوبرستين بتاع هاني، اشوف الكولكشن الجديده بتاعته، واتمنى له التوفيق في كل العروض بتاعته. من احسن مصممين الازياء، انت عارف انا بحبك قد ايه، وانت صديق عمري وما اقدرش اتاخر عنك في اي حاجه، وانا بحبك. هاني البحيري هو مصمم مصري ووصل للعالميه، بيعرف دلوقتي في باريس وبيشارك في الديفيليهات العالميه، فانا فخوره بيه. ايه اكتر حاجه بتحبيها في تصميمات هاني؟ انها مختلفه، جديده، اب تو ديت، يعني بتواكب الموضه العالميه. انه هاني البحيري، هاني شخصيه هاني بيعمل حاجه مش متداوله ومش شكل اي حد. بحب فستان العروسه بصراحه جدا، يعني اكسسواريهات اكتر حاجه.